السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ام دجز منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم طبعا بالحلقات بتاعتنا، الناس اللي متابعانا طبعا دايما عند الحمام هنا، تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا كمان من كل دول العالم. طبعا يا جماعه هنرد على الاسئله بتاعت الناس اللي عندها مشاكل بتقابلنا على اليوتيوب. يا رب سؤال حضرتك يطلع من ضمن الاسئله ديت طبعا، واحنا اسفين جدا ان احنا متاخر على الرد على الاسئله ديت يا جماعه، بس بنحاول نجمعها في حلقات علشان طبعا نحاول نفيد كل الناس بالسؤال اللي حضرتك بتقدمه. يوسف كان بيسال يا جماعه وكان بيقول الكلبه بتاعتي المفروض نطت عليها يعني 3 مرات من يوم 63، من يوم يعني زي 63 يوم، 3 مرات من 63 يوم مش راضيه تولد. طبعا يا يوسف لو انت حاسب صح والكلبه عدى 63 يوم هتنتظر عليها يومين كمان، لو ما ولدتش يبقى كده في حمل كاذب. يا جماعه انت بتجوز، المفروض ان احنا عشان نجوز صح ما تسمعش لحد ويقول لك اتجوز في اليوم التاسع واليوم السابع واليوم العاشر والكلام ده كله. عود نفسك لو انت هتجوز الكلبه بتاعتك جوز على لون الدم الوردي، يعني الكلبه بتبدا الاول قبل الحيض الاول باسبوع ولا حاجه بتبدا تعمل افرازات سمراء زي دم اسود كده، تمام؟ بنعدي اسبوع ولا حاجه بتبدا تحيض حيض طبيعي، يبدا المهبل ينتفخ طبيعي خالص، تمام؟ ويبدا الدم يبقى لونه احمر زي دم الجروح. بعد كده بيبدا الدم ده يتحول على فترات في خلال مثلا 8 ايام او 9 ايام في الحدود دي كده، ويبدا الدم يبقى لونه وردي. في ناس بتصبر على الدم ده ان هو يخلص خالص ويبقى مفيش دم خالص وتبدا تجوز. طبعا ديت بيبقى نسبه الحمل فيها ضعيف، احنا بنفضل ان احنا نبدا نجوز على لون الدم الوردي ده، تمام؟ نبدا نجوز عليه ممكن جوازتين، ممكن 3 جوازات، ممكن جوازه واحده، تمام؟ طبعا بتبدا الحمل يبان، بس يفضل ان هي تكون جوازتين. الكلبه بالطريقه دي بتشيل، بس اهم حاجه تكون انت مطمن على كلبتك، تكون متاكد ان مفيش التهابات في المهبل، التهابات في الرحم، حاجه زي كده، تمام؟ بتبدا الكلبه تشيل. بنحسب لها كام يوم بقى من يوم من الجوازات بتاعتها؟ طبعا احنا لما نيجي نحسب يا جماعه بنحسب من الجوازه الاولى. الجوازه الاولى دي بنحسب لها من الجوازه الاولى 60 يوم، ال 60 يوم دول ممكن يقلوا 5 ايام وممكن يزيدوا 5 ايام، ده شيء طبيعي عند الكلبه وممكن تولد على 60 بالظبط. طبعا احنا كلنا بنمشي على النظام ده والنظام ده ناجح الحمد لله، تمام؟ ماشي مع ناس كتير. انما لو هي عدت بقى المرحله ديت ولحد دلوقتي صدرها يا يوسف ما فيهوش لبن، يبقى اتاكد ان الحمل ده حمل غير طبيعي وحمل كاذب. هتبدا الكلبه بعد ما تعدي فتره ال 65 يوم يبدا بطنها ترجع تاني لوضعها الطبيعي وما يظهرش حمل عليها. السؤال اللي بعد كده من منى بتقول يا ابو نور انا اديت جراوي عندي كاتراكس 25 يوم. مانو ده مانو. بصوا يا جماعه بقى السؤال ده هو مش سؤال ولا حاجه، هو يعتبر الراجل ده يعني بيغلط في اللي احنا بنعمله او بيغلط فينا، فطبعا برضو لازم نقول الغلط بتاعه ايه ونعرفه غلطه هو ايه، لان هو كده هو الغلطان مش احنا اللي غلطانين. طبعا انا قدام عينيكم كلكم، قدام عين الناس كلها طبعا، يعني مش معقوله ان انا هعمل حاوي واعمل نفسي بدي برشام للكلاب بتاعتي واتاري ان انا ما بديهوش او كلام من ده، او نشتغل الناس اللي مشتركه معايا على القناه، لان انا قبل ما بقول لك اعمل كذا بكون مجرب الحاجه دي على حاجتي انا شخصيا وبكون مجربها على نفسي. هو اول حاجه مانو احنا حذفنا له التعليقات بتاعته عشان ما يعلقش تاني، لان الاسلوب مش كويس، تمام؟ بص يا جماعه، بالنسبه للناس اللي هي بتبقى عندها جراوي صغيره وتبدا تدي لها برشام كاتراكس زي ما احنا بنعمل البرشام اللي هو بتاع ديدان واللي هو بيبين عندنا الجراوي وبيبين احجامها بعد كده وبيبدا يفتح نفس الكلاب على الاكل. طبعا معروف برشام الكاتراكس ان هو برشام ديدان بشري. برشام الكاتراكس ده يا جماعه برشام ديدان بشري. والبرشام ده قوي جدا، قوي جدا جدا. فطبعا علشان ندي برشام الكاتراكس لازم في حاجات لازم نمشي عليها قبل ما ندي البرشام ده. طبعا احنا قلنا قبل كده في حلقات كتير يا جماعه اللي عنده جراوي صغيره عمر مثلا 30 يوم ندي لهم كل جروه حبايه، او بعد 25 يوم ندي لكل جروه حبايه كاتراكس، حبايه واحده لمره واحده وما نكررهاش تاني، تمام؟ وبعد كده نبدا نديله دواء ديكال ب12 كل يوم 2 سم. طبعا ده هيفيدني ان الجروحه نفسه هتنفتح على الاكل، هينزل الاكل في معدته على النظافه، مش هيبقى فيه اي ديدان او اي مشاكل في معدته من خميره اللبن مكان الرضاعه. طيب طبعا عشان نستعمل برشام الكاتراكس لازم في حدود نمشي عليها. واحد، ان انا ما نكونش محمي الجرو بتاعتي بميه، او ما يكونش جسمهم مبلول بالميه.
اتنين ما تكونش الجراوي اساسا في بطنها عفونه وفي بطنها اساسا ديدان او في بطنها حاجه ان الجراوي دي بتاكل حاجه معفنه تمام، وندي لهم برشام كاتراكس. ليه؟ لان يا جماعه الجراوي دي لو مجمعه في معدتها نسبه ديدان عاليه يعني هي كده كده ميته بعد كده، كده كده الجراوي هتموت بعد كده لو في نسبه ديدان عاليه في المعده تمام. ونيجي ندي برشام كاتراكس، الديدان اول ما البرشام ده بينزل المعده الديدان دي بتهيج بطريقه غريبه وبتبدا تاكل في الكبد تمام. طبعا ده بيأثر على الجرو وبيخلي الجرو يموت فورا، معناه ان الجرو مناعته ضعيفة، معناه ان الجرو بطنه فيها ميكروب عالي جدا من حضرتك انت كمربي، معناها ان الجرو في مشاكل صحية عنده، معناها ان الجرو اما يكون مبلول مية او انت محميه، معناها حاجات كتير يا جماعة. طبعا الاستاذ من الواضح ان هو الجراوي دي عندها مشكلة اساسا، جاب الجراوي ادالهم برشام كاتراكس زي ما احنا قلنا تمام، جاء الجراوي ماتت منه. ديت ما حصلتش مع حد لان في ناس كتير مشت على النظام اللي احنا قلناه والحمد لله تمام التمام، بس طبعا انا متاكد بنسبه 2% ان البرشام الكاتراكس لما بينزل معده الجرو طبعا بيسبب حاله هياج للمعده، علشان اي ميكروب او اي ديدان في المعده ديت او اي بويضات للديدان ديت بتموت فور تمام. طبعا لما هو كتب التعليق ده على القناه انا تعمدت ان انا ناخد التعليق، يعني ما ينفعش ان انا نخبي عليه وعلشان برضو ما يخطأش الخطأ ده تاني تمام. لكن انا حذفت له التعليقات بتاعته من على القناه، بس طبعا ده لسبب الاسلوب، لان هو كاتب ايه؟ يا ابو نور انا اديت جراوي عندي كاتراكس على 25 يوم كلهم ماتوا قدام عيني وما عرفتش اعمل ايه، والله ده بسبب ان سمعت كلامك يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. انا متقبل منك اللي انت قلته لان الجراوي ما بتجيش بالسهل على فكره، ولكن مش متقبل الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه. يا جماعه احنا الجراوي بتاعتنا ادينا لهم كاتراكس قدام عينيكم مش مره واحده، ادينا كذا مره لكذا جراوي تطلع عندنا وكانت الجراوي بتكبر وتبقى صحتها تمام التمام وبتنباع 100% ما فيهاش اي مشكله. وباذن الله الجراوي الملينو اللي عندنا كمان هندوهم كاتراكس، والجراوي الجيرمان اللي لسه طالعين ومنهم جراوي طالعه للسعوديه برده مدير لهم كاتراكس. فمعنى كده مش معناه ان احنا طبعا بنموت الحاجه بتاعتنا، لا، اللي احنا بنعمله يا جماعه يا اما تعمل الحاجه صح يا ما تعملش. لو انت ما انتش فاهم مني كويس يبقى بناقص ان انت تعملها تمام. كفايه ان انت تستمع لهنا وتستمع لهنا وتستمع لهنا، لو حابب ان انت تعمل زينا ما بنعمل ما عندناش اي مشكله. بصوا يا جماعه نقولها تاني علشان طبعا الناس ما تخطأش، لان في ناس تتصل بينا في التليفون وتقول يا كابتن انت بتدي كاتراكس كم مره؟ لا، هي الموضوع كله مره واحده، الموضوع كله مره واحده. اول ما بتدي الكاتراكس ايه اللي بيحصل؟ اول ما بتدي برشامه الكاتراكس ديت، هي برشامه للديدان بتبقى الشريط فيه 3 حبايات، اول ما بتديها اول حاجه الجرو بيعملها بيبدا ممكن يرجع اللي في معدته، يعني ينزل اي حاجه في معدته، لان دي بتنزل بتعمل زي غسيل معده. حبايه الكاتراكس دي بتنزل في معده الجرو الصغير بتعمل له زي غسيل معده. المعده دي لو فيها ديدان تاكد ان لو فيها ديدان بنسبه عاليه خالص تاكد ان الكلب ده هيموت تمام. وبعد قبل ما تدي الكاتراكس، قبل ما تدي الكاتراكس لو الديدان ديت بنسبه عاليه وما خدش اي حاجه للديدان طبعا برضو الجرو هيموت. يبقى اصبح دلوقتي ان انا لازم حاجه نعملها قبل الكاتراكس، ان انا نكون مهتم بالغذاء بتاع الجراوي بتاعتي قبل ما ندي البرشام الكاتراكس. لو انت شايف ان ده هيكون مضر ليك ومضر للجرو بتاعك يبقى بنقصه ما تدهوش. لكن انا عن نفسي عمري ما اوقف النظام اللي انا ماشي عليه، لان بيجيب معايا نتيجه جميله جدا وبيخلي الجرو معايا دبدوب وحجمه كويس تمام، لان بعد كده بيبدا اي غذاء يبان على الجرو. فاول ما انت بتدي البرشام الكاتراكس بيبدا الجرو تبص تلاقيه يرجع اللي في معدته، يعني معناها ان بيعمل له نظام غسيل معده من ديدان من بكتيريا من ميكروب من اي حاجه. لو اديت برشام كاتراكس والجرو بتاعي مبلول ميه ممكن يسبب لي ان الجرو بتاعي يموت، لان الجرو ساعتها جسمه كله بيتخدل تمام زي اللي واخد بنج تمام، وهيعمل له هبوط فورا لان الجرو بتاعي مبلول ميه وهيحس بالسوعيه الجامده مع البرشام ده ممكن تسبب له الموت. لو اديت برشام كاتراكس والجرو بتاعي انا موكله حاجات معفنه من اللي الناس اغلبيه الناس بتوكلها للكلاب استخسارا عشان ما تصرفش على الكلاب تمام، ممكن برضو البرشام الكاتراكس يسبب ان الجرو بتاعي يموت. يبقى لازم علشان ندي برشام كاتراكس للجرو بتاعي تكون الجرو بتاعي انا مطمن عليه، يكون صحته كويسه، يكون ما عندوش برد، يكون الجراوي ما عندهاش برد تمام، يكون الجراوي مش مبلوله ميه، يكون الجراوي مش معرضه ان هي كان داخل عليها دور برد ودور سخونيه ودور بارفو ونيجي نديهم كاتراكس. يا جماعه تاكدوا ان جراويكم بصحه كويسه قبل ما ندي اي حاجه من العلاجات دي.
تمام. طبعا دي اللي احنا كنا حابين نتكلم عليه، ومش هنتكلم زيادة عن كده عشان ما نطولش عليكم مدة الحلقة. تأكدوا يا جماعة لآخر مرة قبل ما تدي برشام الكاتراكس، برشام الكاتراكس واحد بيفيدك ان جروك يبقى حجمه كويس، اتنين بيخلي لك الجرو اللي عندك معدته نظيفة بنسبة 100%، مفيش اي ديدان في المعدة لحد ما يوصل لعمر 3 شهور. بيفيدك ان الجرو بتاعك اي اكل يبان عليه ودايما يمده بالمناعة وبالقوة، علشان اساسا المعدة مفيهاش ديدان. لكن علشان ندي الكاتراكس واحد، لازم نتاكد ان الجرو بتاعي ما عندوش رشحه على مناخيره، لازم نتاكد ان الجرو بتاعي ما عندوش برد، لازم نتاكد ان الجرو بتاعي مش داخل عليه دور بارفو او دور برد او سخونيه، لازم نتاكد ان الجرو بتاعي مش مبلول ميه خالص، علشان بلته ميه دي ممكن تسبب له برد لما يجي ياخد البرشامه هتخدي لجسمه. تمام، لازم نتاكد من الحاجات دي كلها. بعد كده نبدا ان انا ندي البرشام وانا مطمن، وده طبعا بناء عن الناس الكتير اللي ادت البرشام ده والحمد لله جايب معاهم نتيجه كويسه جدا. وبعد البرشام ده بنبدا ندي دكان. غير كده يا جماعه ما تدوش، وغير كده ما تسمعوش لحد. لو انت مش مقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله، مفيش داعي ان انت تنفذه وتخاطر بحاجتك، سيبنا احنا نعمل، واللي بيفهم مننا هو اللي بيعمل زينا. تمام، طبعا ده بناء عن الكلام اللي احنا بنقدمه على الحلقات بتاعتنا. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لكل الساده المشتركين. يا رب تكون الحلقه دي افادتكم، لان كانت في ناس واخده فكره الكاتراكس ده زي ما احنا بندي برشامه كاتراكس، يقول لك طب ندي له كل يوم كام واحده. لا، ده انت تدي له كل يوم كام واحده كده انت تدمره يعني. تمام، هي مره واحده، ولو حبيت تكررها والجرو بتاعك صحته كويسه، بعد اسبوع ممكن تكررها عادي، عباره عن غسيل معده للجرو بتاعك. طبعا يا جماعه، واتكلمنا عن البرد للجراوي. لو الجراوي عندها برد قبل ما تدي الكاتراكس، يبقى ازازه دواء هايبيوتيك 828 او 822، طبعا 228 طبعا بنديه للجراوي. كل جرو منهم نص سنتي او سنتي قبل ما نديله اي علاج تاني، علشان الجرو ما يبقاش عنده برد قبل ما نخش في اي مرحله علاج. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لكل الساده المشتركين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.